وفي إثبات لعدم وجود تصفية وتنقية للمياه في محافظة البصرة وما تعانيه من تلوث للمياه، قام مواطن مواطن انقطع عنه الماء فجأة، وعندما قام بفك أنابيب المياه وجد سمكة قادمة مع ماء الإسالة وتسببت بغلق الأنبوب، سمكة تصل إلى البيوت. السؤال هو أين التصفية والتنقية إذا ما ستشاهدونه الآن هو حدث بالفعل، سمكة دخلت بالأنابيب وأغلقتها، فماذا إذا عن باقي الشوائب والملوثات التي تصل إلى منازل المدنيين دون تصفية وتنقية؟ فنشاهد. السلام عليكم شباب، اليوم محافظة البصرة منطقة الحيانية، من الصبح عندنا مقطوع الماي، لما نفتح الماي الماطور والقايس يمشي يشهد الله ورسوله، والله العلي العظيم شوفها فتحتي لقيت هاي السمكه، صلوات على محمد وآل محمد، اليوم نتغدى بيها. هاي اليوم محافظة البصرة، نعم الحمد لله والشكر جانا قدر.